هي فعلا لا فائدة منها ولا تغير واقع العراق. ما الذي ستفعله هذه العقوبات؟ يعني أجبني، إذا كان هناك من نتيجة حقيقية لصالح الشعب العراقي من هذه العقوبات، الشعب العراقي يذبح بهذه الميليشيات، أكثر من 700 شاب عراقي قتلوا في التظاهرات جهارا نهارا أمام أعين العالم، الإعلام الأمريكي حتى تغطي الأخبار لم يغطيها، الإعلام الغربي كذلك، حتى هذه الأخبار لم يأتوا على ذكرها. الشعب العراقي بسنته وشيعته ثاروا ضد إيران، ثاروا ضد التخريب، ثاروا ضد الحرامية، ولكن لم يقف معهم العالم المتقدم الحر المتطور، لم يقف معهم، لأنه يريد لهذا البلد أن يكون بلدا مدمرا. اتخذ القرار بتدمير العراق وتخريب العراق منذ أن جاء بول بريمر وحل الجيش العراقي وحل المؤسسات العراقية وحل الدولة العراقية. اعتبروا بأن هذا البلد يحتاج لعشرات السنين ليقف على قدميه، يحتاج لمعجزات ليقف على قدميه، وسلموا الموضوع لناس متخصصين بالتخريب، أهم الإيرانيين الذين أول ما خربوا خربوا بلدهم، خربوا إيران. أول ما خرب هذا النظام كان الشاه يبني ويعمر ويقيم الجامعات والمدارس، والصناعة والزراعة كانت مزدهرة في أيام الشاه. ما الذي حصل؟ اختلف الشاه مع الغرب وقالوا له هذا ممنوع وهذا مسموح وهذا ممنوع، وكانت الخلافات عميقة. راجعوا التاريخ، الجزيرة والإعلام المعادي وضع في رؤوس الناس أن الشاه كان عميلا وإسرائيليا، وهذا كله كذب. الشاه كان يبني البلاد، زاحوا الشاه وجابوا هذا النظام. ما الذي فعله هذا النظام؟ حكم البلد بالميليشيات، أنشأ الحرس الثوري والبسيج، حكم البلد بالميليشيات. هناك رئيس منتخب ولكنه غير فعال ولا يمتلك أي صلاحيات. البلاد يقودها المهدي، ما بعرف وين المهدي، يقودها المهدي، ونائب المهدي على الأرض اللي هو خامنئي هو الذي يتخذ القرارات، وبيده المال وبيده كل شيء، السلطة كل شيء. دمر إيران، أول ما دمر إيران. فإذا هؤلاء متخصصون بالتدمير والتخريب، جلبوهم بعد أن نجحوا بتدمير إيران طيب. لتدمير عدد من الدول العربية. مش هذا الواقع يا أحمد؟